أهلا بكم. وقع شركة النفط الروسية لوك أويل مع الحكومة في بغداد على خطة لاستثمار حقل غرب الجورن 2 حتى عام 2025، وحدد الجانبان سقفا لإنتاج النفط من هذا الحقل بلغ 480 ألف برميل يوميا بحلول عام 2020، بينما يرتفع الإنتاج إلى 800 ألف برميل يوميا بحلول عام 2025. يذكر أن حقل غرب الجورن 2 جنوب العراق يعد من أكبر الحقول النفطية في العالم، ويبلغ احتياطه المؤكد نحو 14 مليار برميل. أعلن شركة تسويق النفط سومو عن رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في شحنات شهر حزيران القادم ما بين 9 سنتات إلى 15 سنتا للبرميل. وبالنسبة للشحنات المتجهة إلى أوروبا، أفاد سومو أن سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لشهر حزيران هبط بمقدار 95 سنتا إلى سعر خام برنت منقوصا منه 5 دولارات و70 سنتا للبرميل. أعلن مدير الشؤون الدولية بشركة الغاز الوطنية الإيرانية بهزاد بابزادة عن رفع توريد الغاز للعاصمة العراقية بغداد إلى 14 مليون متر مكعب يوميا قريبا. وقال بابزادة إن إيران تضخ حاليا من 8.5 إلى 9 ملايين متر مكعب يوميا إلى بغداد بموجب العقد الساري حتى 21 من أيار من عام 2018، مؤكدا أن الحجم التمريري سيبلغ بعد هذا التأريخ 14 مليون متر مكعب يوميا. قالت وكالة رويترز إن الحكومة في بغداد اشترى 60 ألف طن من الرز من الأرجنتين، على الرغم من أن تايلاند تقدمت بأقل سعر للمناقصة. وأضافت الوكالة أن العراق اشترى الرز من الأرجنتين والباراغواي في مناقصة عالمية أغلقت هذا الأسبوع، وأوضحت أن أقل سعر في العروض المقدمة في المناقصة كانت لتوريد الرز التايلندي. أعلنت ناحية العظيم في محافظة ديالى عن تضرر 2000 دونم من المحاصيل الزراعية بفعل عواصف هي الأعنف في تاريخ الناحية. وقال مدير الناحية عبد الجبار العبيدي إن المنطقة الجنوبية لناحية العظيم والتي تضم قرى أصفيط والدراويش وقرى أخرى تعرضت إلى على مدار اليومين الماضيين إلى عواصف قوية جدا مصحوبة بحبات البرد، داعيا إلى ضرورة دعم الفلاحين المتضررين من هذه العواصف. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. إلى اللقاء.